طيب عندك مشروع حاجه هتعمليها للاطفال مش قلتي هتتكلمي عليه خالص ليه؟ والله علشان يعني قلت ان هي هتبقى حاجه مفاجاه وان هي حاجه مختلفه جدا بالظبط، بس مش عايزه تفصحي عن الموضوع. هي في الغالب هتبقى حاجه مسرحيه اكتر يعني. لان انا حد يعني الاطفال بتقابلني في الشارع او بتاع، انا حبيبه الاطفال جداً. اكتر يعني انا الحمد لله في ناس كبيره وبتاع وبنات وستات، بس انا بحس ان علاقتي بالاطفال مميزه جدا. أيوة. يمكن كمان يعني علاقتي بمعز ابني ليها نفس يعني هو ده السبب اللي اعتقد ان ده اللي خلق عندك فكره حبك للاطفال او يعني دعمها او خلاك. لان انا الناس أكثر. لما شافت كمان الاتيتيود بتاع هلا رشدي بقى المطربه مع ابنها، فبيحسوا ان انا بقى يعني نزلت المستوى صعب جدا يعني. بيبقى قلبي ما شاء الله، ده اجمل حاجه في الدنيا، ربنا يحفظه ويبارك لك. ايه شك ده في صلاه العيد. دي سوره العيد. بتعملي ايه المعز؟ بتتكلمي معاه وانتوا قاعدين لوحدكم؟ وانا حاسه ان انت بتنزلي قوي، بتبقي قده. رغم انه رغم ان احنا اصحاب، بس في برضه في ليميت كده في حاجات معينه. هو بيبقى عارف انه لا ماما، لا دي ماما. ماما يعني انا بقول له انا صاحبتك وكل حاجه تمام، بس في حاجات كده. ايوه ما بنهزرش. مين الشخصيات اللي لعبت دور في تشكيل اسم هالة رشدي؟ اولهم طبعا بابا وماما ربنا يخليهم لي، يعني في ان هم كانوا دايما مؤمنين بهالة فروم داي 1، يعني كانوا حاسين ان انت هتبقي حاجه كبيره جدا حتى وانا مش في بالي. قالوا لي انت هتبقي حاجه كبيره جدا، دايما بابا يسميني انت ثروه قوميه. قلت له انا يا ابني شكرا على ثقتك. فهو شايف ان انا حاجه يعني ايه حاجه ظريفه. دي حاجه بس عايز اقول لك حاجه، دي حاجه مهمه جدا ان احنا دايما نقولها لاولادنا. او حاجه مهمه جدا لما نلاقي حد في اولادنا عنده موهبه في حاجه، في رياضه، في ماده معينه. الثقه اللي بنديها لهم دي بتنعكس بعد كده على شخصيتهم. بالظبط. وده اللي حصل اكيد معاكي، بتعمل له حاله من ان هو بتدخله جوه بابل كده. مهما اي حد بيقول حاجه السهم بيروح وبيرد فيه. صح. يعني بيخليك انت محميه كده. صح. يعني انا معز عندي في الكوره كده برضو نفس الكلام، فانا ما بتكش عليه في الحته دي. يعني مثلا ممكن عنده مثلا تمرين وانا عندي مثلا شغل مهم وما حدش هيوديه، لا ممكن اجل الشغل، يعني ممكن اشفت عشان معز يروح التمرين. هو بالنسبه له دي حاجه مقدسه جدا. انت قلتي اول حاجه بابا وماما. فبابا وماما هم دول يعني اسياد الموقف يعني. صحيح. وامي كانت دايما تقول لي يا بنتي انت لو عملتي حاجه للاطفال هتكسري الدنيا وهتعملي مش، فكل واحد فيهم شايفني حاجه كبيره جدا. فانا كنت ماشيه اللي هو يعني ماشيه ببركه دعامه، ماشيه في نور الله كده. مين من قرايبك؟ من اصحابك؟ جوزك؟ معز نفسه؟ طبعا هو بابا وماما دول نمبر 1، وبعد كده جوزي احمد ربنا يبارك فيه، ودكتور تغذيه وبتاع. المفروض انه الناس فاكره انه عشان كده انا رشيقه بقى وبتاع، انا بطلع عينه في الاكل اللي هو يا بنتي كلي يا بنتي فطحاني في كل حته. بس هو اللي كان بصراحه يعني واقف في ظهري. انا اصلا قبل ما اتجوز ما اعرفش ايه اللي خلاني اساله السؤال ده، قلت له هو انا لو حبيت اغني انت هيبقى عندك مشكله؟ قال لي وانت بتعرفي تغني اصلا؟ قلت له والله ما ليش بتغني له في الخطوبه؟ ما هو لسه احنا كنا لسه بنتعرف يعني. قال لي وانت غنيتي في الخطوبه في الفرح؟ بس ما كانش يعرف ان انت حتى ولا فرح، انا ما عملتش خطوبه. لا ما كانش يعرف حتى ان انت مثلا في الاوبرا لما روحتي وانت صغيره بتغني. يعني حتى في الجامعه ما كنتش مثلا بروح فريق الجامعه مش عارفه ايه، لا انا كنت يعني انت كنت بتخافي يعني من الحسد مثلا؟ بتخافي من الحسد تتغني تتحس؟ لا بتؤمني بالحسد؟ يعني كنت بغني في الحمام عارفه، في المطبخ وانا بغسل مواعين وانا بطبخ. طب ما غنيتيش لجوزك ولا مره؟ ما هو واحنا بنتعرف يعني بعد الجواز ما غنيتيلوش خالص؟ أيوة ولا غنيتي عليه؟ بعد كده بقى عرف بقى، يعني هو لما عرف ان انا بعرف اغني انت بتعرفي تغني يا بنتي؟ قلت له قال لي تعرفي تغني ولا؟ قلت له والله ما رحتي قايله له ايه بقى؟ طب سمعيني كده. المهم ايه بعدين بقى يعني اول سمعت. اغنيه سمعتيها له كانت ايه؟ مش فاكره. مش فاكره. مش عايزه تغني؟ والله ما فاكره، انا كنت بدندن اي حاجه يعني. طب غني له حاجه على الهوا دلوقتي. حرام عليك، ده منظر يعني ترضيها لي اوريه منظري كده. انا كويس ان انا انا بعد رمضان. طيب دخلت رمضان وبتاع كل سنه وانتم طيبين. ف المشكله انا بتوجع عارفه لما باجي اضحك المهم يعني.
فكان فاحمد طبعا هو بصراحه داعم يعني خلاص ده نمبر 2، هو اللي شال يعني. كان بابا دايما يقول لي انت خرجتي من بيت ابوكي لبيت ابوكي. يعني هو دايما بيتعامل مع احمد على هذا الاساس يعني. وبعد كده جه مايسترو محمد عثمان. لما دخلت بقى معاه فرقه ايامنا الحلوه واقنعني باغاني انا عمري ما كنت افكر اغنيها. محمد يا رسول الله وبتاع، قلت له اغاني دينيه تقيله قوي تقيله. لا الاغنيه دي لما اختارها لي كان في بروجكت مع اس مع صاحبه السعاده ف بروجكت رمضان، فكله بقى بيغني نادين وبيغني وشلبيه جارتي ومش عارفه ايه وبتاع، حاجات بقى ايه كلها تنطيط وفطوطه. وانا قال لي هتغني تتر محمد يا رسول؟ قلت له ليه انا ما اعرفوش، انا ما كنتش اعرفه اصلا. يعني كل اللي اعرفه عن تتر محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله بس، ما اعرفش اي حاجه ثانيه. فقال لي لا اسمعي الكلام وهتشوفي مش بس. دي كانت اول ضربه تحصل بقى على السوشيال ميديا، كل بقى عمل لها شير وكل كل الفنانين كلموني ساعتها، وكل ما فيش حد بقى عارفه. الاغنيه انتشرت بطريقه رهيبه. وبعد كده اللي بعدها راح مديني برضو كذا أغنية بقى بعدها مش متذكرة قوي، فهو كان له الفضل بعد ربنا رقم 3. رقم 4 كان بقى مدير أعمالي وائل غنيمي، وده بقى اللي كان بقى مظبطني في كل حتة ويجري ورايا هنا وهنا وهنا ويروح هنا، وبصراحة بيتعب معايا بصراحة. وبعد كده بقى يعني تتوالى بقى الناس اللي وقفت في ظهرك بقى لما حست ان انت لا انت بقيتي في حتة يعني.